ادفع كام لمكتب السفريات اللي انا مفروض متفق معاه؟ سؤال مهم جالي، وطبعا انت بتسمع الفيديو ده علشان انت غالبا يا بتفكر تسافر يا اما عندك فرصه ومحتار تتعامل مع انه مكتب، ومحتار هل المكتب ده موثوق بيه ولا ممكن يضحك عليك. فاحنا هفهمك الدنيا بتمشي ازاي في القصه. قبل كده اتكلمنا في فيديو ماشي واتمنى تشوفوه عن مكاتب السفريات الموثوقه، تمام؟ وسبت رابط وهسيبه للمره الثانيه عشان الناس تنزل تحمله، حاجه اسمها مكاتب الحاق السفريات او الحاق العماله بالخارج. مكاتب شركات الحاق العماله بالخارج هتلاقوا ملف بي دي اف كده، بص مليان مليان مكاتب، بص شايف كل دي مكاتب موثوقه. فطبعا اللي مش عارف يبعت لي وانا هشوفه له، ولكن بشرط يبعت لي رقم الترخيص بتاع المكتب عشان برضه هي ما نتركوش بعض. طيب السؤال المهم، انت دلوقتي جالك العرض وبيقول لك يا باشا تعالى انت هتدفع مبلغ ومرتبك كذا والحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو اللي فات اللي نخلي بالنا منها. الحاجه الفيديو ده بقى مش هطوله فيه، ادفع كام لمكتب السفريات اللي انا مفروض متفق معاه؟ يا اما المكتب ده جايب لك شغل، يا اما انت الشركه اللي هي مثلا في السعوديه، في الامارات، في قطر، في البحرين، في اي دوله اتصلت عليك الو يا باشمهندس احنا عايزينك تشتغل معانا. وطبعا سيادتك لازم يبقى في وسيط وهو المكتب ما بين السفاره وما بينك، يعني بين السفاره وما بين الورق وما بين الشركه اللي انت متفق معاها. قاموا عاملين النظام ده، ان انت مش هتروح لوحدك كده ايه السفاره تقول لهم انا عايز ايه؟ انا عايز اعمل الورق ده وخلاص. لا، لازم تروح مكتب سفريات تدي له الحاجه وبتاع وتتفق معاه وقصه. المهم انا دلوقتي الشركه في السعوديه قالوا لي مرتبك هيبقى 4000 ريال مثلا، 4000 ريال. فمكتب السفريات ده المفروض ياخد كام؟ في حاجتين، يا يعني مكتب السفريات هو محدد هو بياخد كام؟ هو عامل كده للمهندسين مثلا خبره 5 سنين هاخد كذا، خبره 7 سنين هاخد كذا، هاخد منك 5000. طبعا الناس اللي بتأفر، يعني دلوقتي مرتبي قال لي تعالى هدي لك 3000 ريال، هل المكتب يعقل كده ان يجي يقول انا عايز 10000 جنيه منك؟ اكيد طبعا ده بيستهبل، فانت هتقول له لا، لازم تقول له لا وتفاصل معاه مره واثنين وثلاثه. وحته اللي انت الفرصه هتضيع مني ومش هتضيع مني، والله انت لو مش باقي على فلوسك خلاص يا عم ارمي فلوسك، روح اديله اللي هو عايزه عشان تمشي ما دام انت ايه؟ ما دام سيادتك مستعجل. ولكن نصيحتي بلاش، براحتك وتناقش معاه وتفاوض معاه وما تستعجلش، تمام؟ وبرده كل ما كان في وسيله تواصل ما بينك وبين الشركه في السعوديه برده لو ليهم كلام مع المكتب. فالمفروض لو انا باخد 3000 المفروض مقابل لوب المصري 3000 جنيه مصري، لو زاد الدوري بقى 4000. لو انا باخد 5000 ريال المفروض اخد المكتب ياخد 5000 جنيه مصري، مش ياخد يقول لك انا عايز 20000 جنيه والكلام الفاضي ده كله. والله انت وشطارتك، انت عايز تقبل واصل ممكن برضه انت في اسوء الظروف ممكن يحصل لك ظرف، انت دفعت مبلغ وتروح هناك يقول لك احنا غيرنا المرتب، غيرنا مش عارف ايه. طبعا القصه دي هناك عندك مكتب العمل بقى ايه؟ تروح ايه تشتكيهم على طول عشان دول ناس نصابين. ماشي؟ فنصيحتي المكتب اللي هيقول لك على مبلغ اتفاوض معاه وتناقش معاه وحاول تنزل المبلغ ده باي شكل ايا كان، لازم ما تقولوش ايوه وخلاص، تمام؟ عشان ما يضحكش عليك. وطبعا تاكد ان هذا المكتب ضمن المكاتب الموثوقه عشان ما يضحكش عليك. رقم موجود ابعتولي على الواتساب، ولكن اتمنى اعمل شير سبسكرايب الحاجات دي لعل وعسى حد يعني ما يضحكش عليك. ماشي؟ معلش لو طولت عليكم، يبقى المعادله الاخيره ما بين المرتب وما بين ان المكتب هياخده، لو مرتبي 5000 ريال او درهم يبقى هو المفروض ياخد 5000 جنيه مش ياخد 10، لا
لا ياخد 5000. لو مرتبه 10000 المفروض ما ياخدش اكتر من ايه من 10. لو مرتبه 5 لو زادت، لو زادت 6000 7000 جنيه ماكسيموم يعني، ماشي. وبرده اتفاوض مع صاحب المكتب، اللي هو مكتب بسيط بيخلص لك الورق يعني. حتى الورق بتاعك الكشف اللي في الاول ده بتروح تاخده منه، انا بتدفع له فلوس، ماشي. طبعا لو حد من عنده مكتب بيسمعنا دي نصيحه لوكيل. سلام عليكم.